الصور التي رصدتها كاميرا شروق نيوز لحظة وصول وزير العدل السابق الطيب لوح للمثول اليوم أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، وهذا في قضايا أو بتهم فساد تتعلق بالطابع الجزائي وحول أو بعد فتح تحقيقات حول وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد. إذن مثول وزير العدل السابق طيب لوح أمام قاضية تحقيق.